قال رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بشمال سيناء، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالقاهرة عبد العال أبو سعود، إن المجتمع المدني له دور كبير في دعم الدولة. وأضاف أبو سعود على هامش جلسات لجنة المحليات أن الجمعيات الأهلية كان لها دور كبير في دعم المواطن بشمال سيناء. نقاط القوة في العمل الأهلي، أصبح رئيس الاتحاد شخصية قوية، حتى رئيس لجنة الاجتماعية في مجلس النواب، حتى معالي وزيرة التضامن الاجتماعي، حتى فخامة الرئيس، واهتماماته الهامة بدور المجتمع الأهلي، لأن المجتمع الأهلي هو نصف المجتمع ونصف الدولة، لأن الدولة عبارة عن مجتمع أهلي ومجتمع حكومي. ما تخفق فيه الدولة أو الحكومة في احتياجات المواطنين بيكملوا المجتمع المدني. ويمكن احنا عدينا بتجربة في شمال سيناء ووجدنا دور الجمعيات الأهلية والاتحاد الإقليمي في دعم الدولة في سبيل إشباع احتياجات المواطنين. كنا النهاردة بنتكلم على القانون 149 لسنة 2019 وما فيه من مزايا عشان نتكلم بالواقعية، وما فيه من نقاط ضعف.